عودة ارتفاع حدة الاحتجاجات والتي انطلقت شرارتها في الأيام الأخيرة من مدينة الناصرية بسبب سوء الخدمات، عدم اتخاذ الحكومة المركزية لخطوات جدية في مجال معالجة الفقر، البطالة، تردي الأوضاع العامة. نرى أن معظم المحتجين من طبقة الشباب، الكتل السياسية تتصارع فيما بينها، لا خطة شاملة من قبل الحكومة المركزية ولا من السلطات المحلية في معالجة الأوضاع، مع بقاء الفساد المستشري في دوائر الدولة. نرى أن الاحتجاجات سوف تتمدد خصوصا في محافظات الوسط والجنوب لتصل حدتها لبغداد. عدم إيفاء الحكومة المركزية بالتزاماتها تجاه التظاهرات تشرين أدى إلى يعني موجة تظاهرات جديدة، وأعتقد ستكون هذه المرة أكثر بين المحافظات الوسط والجنوب. وإذا ما علمنا أن هناك ركوب للموجة من قبل أحزاب السلطة في هذه المناطق، ويريدون أن تكون هناك تقاسم النفوذ في هذه المنطقة بسبب وجود مغانم كبيرة لديها، وخاصة الموازنة على الأبواب. وأنا أعتقد أن الكتل السياسية قد ركبت الموجة، وستكون هناك مشاكل كبيرة أكثر وأكثر، في خاصة في المناطق الجنوبية.